هل يصلى عندما يحدث زلزال أو براكين أو عواصف شديدة؟ لا، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عند الزلزلة أن بعض الصحابة صلوا عندها عند الزلزلة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الرياح أنه يخاف ويدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. يدعو عند هبوب الرياح ويخاف منها، لأنها قد أهلكت بها أمة من الأمم، قوم عاد. وكذلك عند إقبال السحب كان يدعو الله ويقول: اللهم صيبا نافعا. فكان يدعو عند هذه الأمور، ولكنه لم يكن يصلي. نعم.